الرئيس السيسي يؤكد أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق روابط الوثيقة بين الشعبين. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكري يؤكد حرص مصر على الانخراط بجدية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. استشهاد شابين فلسطينيين خلال عملية توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في طول كرم بضفة الغربية. العاشرة صباحا في القاهرة، سابعة بتوقيت جرينتش، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة لنيل الأخبار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين الشقيقين. وتوجه الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى اليوم الوطني السعودي بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. كما شدد الرئيس على تطلع القاهرة والرياض المستمر لتعزيز تلك الروابط وترسيخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين في تمام الساعة 2:30 ظهرا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها. تتواصل جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث. يأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 من أغسطس الماضي بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي. في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على الانخراط بجدية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. على الرغم من استمرار الممارسات الإحادية للأشقاء في إثيوبيا، تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة. وما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، وليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري. كما جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني مناشدا قوى السلام في العالم لإنقاذ حل الدولتين. ونتابع حاليا بقلق تردي الأوضاع بالأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماع العقبة وشرم الشيخ الأخيرين. وتؤكد مصر موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو
1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتناشد كل القوى المحبة للسلام أن تقتنص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل. كذلك شدد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الراسخ إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي السودان وإنهاء القتال الدائري حاليا هناك. كما تسعى مصر لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقا لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وتدعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الأفريقية من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ونعتزم تكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ولقد اطلقت القاهرة مسار قمة دول جوار السودان بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثرا بالصراع لتسوية الأزمة وتكثيف تداعياتها الإنسانية، والعمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة. وتستمر آلية دول جوار السودان في متابعة جهودها ووضع تصور لحل سياسي مستدام. وأوضح وزير الخارجية سامح شكري سياسة مصر تجاه ليبيا المتمثلة في دعم الحلول السياسية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هناك. وتدعم مصر حل السياسي الليبي وفقا لمبادئ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. كما تؤكد مصر على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وتجدد مصر رفضها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي وتحفظها على أي طروحات بديلة تهدف إلى إلغاء دور المشرع الليبي واستبداله بأجسام أخرى وتمسكها بولاية السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي السخيرات 2015 في قيادة الحوار الليبي الليبي الرامي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بحضور وزير خارجية البلدين لبحث سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاث في عدة مجالات اقتصادية وسياسية. وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي أنه تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، وذلك في مجالات الربط الكهربي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والإسكان والإعمار، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية. استشهد اليوم فلسطينيان اثنان في عملية توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابين لقيا حتفهما جراء إصابتهما برصاص الحي في الرأس خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين شرق طول كرم. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس ضربة بواسطة طائرة مسيرة على قطاع غزة بعد مواجهات على الحدود أصيب خلالها 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية. فيما تبدو موجة جديدة من الاحتجاج الفلسطيني، نظم أبناء غزة مسيرات سلمية عند سياج الفاصل بعد فترة من الهدوء النسبي. وكعادته بادر جنود جيش الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية لإثارة المواجهة، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من سياج الفاصل شرق مدينة غزة، وأطلقوا وابلا من القنابل المسيلة للدموع صوب جموع المشاركين في المسيرة. وقال مسؤولون إن 3 فلسطينيين أصيبوا في المواجهات على الحدود بين إسرائيل وغزة، فيما زعم جيش الاحتلال
أنه يقصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على أعمال شغب. ويقول سكان غزة إن المسيرات التي بدأت منذ 8 أيام تأتي احتجاجا على قضايا من بينها أسلوب التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والزيارات الاستفزازية التي يقوم بها مستوطنون للمسجد الأقصى تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية. وفي محافظة قلقلية شمال غرب الضفة الغربية أصيب شابان فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية قفر قدوم. تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية وخطتها الرامية إلى إضعاف القضاء للأسبوع 38 على التوالي. للأسبوع 34 على التوالي تتجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء. وخرجت مظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا، وشارك عشرات الآلاف في مظاهرة انطلقت من ميدان هبيمة وسط تل أبيب إلى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع كابلان. وخلال المظاهرات انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن جفير متعهدا بمواصلة العمل ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية. كان الكنيست قد صوت في 24 يوليو الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تقليل ذريعة عدم المعقولية ليصبح بذلك قانون نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا من تطبيق ما يعرف باسم معيار المعقولية على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهو واحد من 8 مشروعات قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاء، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء. رحب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بكل المفاوضات التي تحقق السلام في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم التشاور فور انتهاء الحرب حول تشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتتولى مهمة الإعداد للانتخابات. وحذر البرهان من توسع الصراع خارج البلاد متهما قوات الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة مسلحة من دول إقليمية، مضيفا في سياق الاتهامات إلى قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، وشدد على أن المفاوضات هي المسار الأفضل لإنهاء القتال، مؤكدا أن الجيش هو الجهة المسؤولة دستوريا عن حماية السودان. طالب المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري بضرورة إجراء تحقيق لكشف أسباب الكارثة التي نجمت عن الفيضانات في درنة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي أنها ستنظم في 10 أكتوبر القادم مؤتمرا دوليا بمدينة درنة التي دمرها إعصار دانيال بهدف إعادة إعمارها.
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بخوض قتال مباشر ضد روسيا في أوكرانيا. واعتبر لافروف في تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في أوكرانيا حربا هجينة، مشيرا إلى المساعدات المالية والأسلحة ومن وصفهم بالمرتزقة الوافدين من دول غربية، داعيا العالم إلى منع الانزلاق إلى حرب شاملة. أعلنت أوكرانيا أن عشرات الأشخاص من بينهم شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية قتلوا أو جرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في القرم. عشرات الأشخاص بينهم قيادات في البحرية الروسية قتلوا وأصيبوا في الهجوم الأوكراني على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم. هذا ما أعلنته كييف مؤكدة أن تفاصيل الهجوم سيتم الكشف عنه قريبا. إلى ذلك أعلن مستشار حاكم القرم المعين من موسكو أن القرم تعرضت لهجوم إلكتروني غير مسبوق ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه الجزيرة أدى إلى انقطاع الإنترنت. وعلى الجبهة الجنوبية أوضحت أوكرانيا أن جيشها خرق خطوط القوات الروسية في هذه المنطقة، لكن مسؤولين عسكريين أوكرانيين أقروا بأن تقدم الهجوم المضاد أبطأ مما كانت تأمل فيه كييف، لكنهم شددوا على أهمية عدم خسارة مبادرة التقدم وخرق الخطوط الروسية. على الجانب الروسي قالت موسكو إنها أسقطت 260 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعترضت 60 صاروخا وقنبلة من طراز هيمارس خلال الأسبوع الماضي، كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن خسائر أوكرانيا تجاوزت 4000 فرد خلال أسبوع. سياسيا اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من على منبر الأمم المتحدة الدول الغربية بخوض قتال مباشر ضد روسيا في أوكرانيا من خلال إمداد كييف بالمساعدة المالية والأسلحة والجنود الوافدين من دول غربية. وفي كندا أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم بلاده على المستويين الشعبي والرسمي لأوكرانيا، بينما اتهم زيلينسكي روسيا بالسعي لنشر المعلومات المضللة واستثمار المليارات من أجل تقسيم وحدة العالم الغربي بشأن دعم أوكرانيا، داعيا إلى تفويت الفرصة على موسكو والاستمرار في دعم كييف كما كان الأمر في بداية الحرب. وصلت سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول عبر البحر الأسود وفق ما أفادت به مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية، هي الثانية التي تبحر من أوكرانيا رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من هذا البلد أو تتوجه إليها. كانت سفينة أرويات التي ترفع علم جزر بالاو قد انطلقت الجمعة الماضية من مرفأ تشيرنومورسك جنوب أوديسا سالكة ممرا بحريا أقامته كييف للالتفاف على الحصار الذي تفرضه روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إثر انسحاب موسكو منها في يوليو. عودة للشأن المحلي، حيث احتفلت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس بتخريج دفعة جديدة من طالبات الفرقة الرابعة والحصول على درجة البكالوريوس وليسانس في أقسامها الثلاث للعلوم والآداب والتعليم. صنعوا تميزهم بالصبر والألم ليصعدوا سلم النجاح بالعلم والعمل، هكذا ارتسمت ألوان النجاح والفرح والسعادة على وجوه 5000 خريجة من خريجات كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس في حفل تخرجهم بحضور أساتذتهن وأولياء أمورهن في مقر الكلية بمصر الجديدة. بعد تعب ومجهود 4 سنين إن احنا نشهد كلنا دلوقتي تخرجنا، فدي حاجة أكيد تسعدنا كلنا. حقيقة احنا مبسوطين جدا أخيرا بننهي مسيرة 4 سنين، فاحنا فرحانين جدا جدا جدا. مش عايزة أنسى دكاترة، بس حقيقي كلهم كانوا مهتمين إن أنا لازم أطلع الطالب اللي خارج من عندنا ده يكون طالع على أكمل وجه. كان في ضغط وكان في زرقة كبيرة، بس جت في فرحة كبيرة وأظن واضحة ورايا كمان. طابور عرض للخريجات الجدد وعروض فنية شاركت فيها الخريجات
وجدير بالذكر أن مدة الدراسة بالكلية تبلغ 4 سنوات في أقسام الكلية الثلاثة من العلوم والآداب والتعليم. عندنا النهارده 5000 خريج بالتعاون مع وحده الخريجات في الجامعه. البنت النهارده بنبارك لها علشان خاطر تبدا حياتها العمليه، وكمان بنعرفها ان جامعه عين شمس مستمره في دعمها من خلال وحده الخريجات. دورنا الرئيسي في رابطه الخريجين هو دايما يبقى في حلقه وصل ما بين الخريج وما بين الجامعه، ودي بتبدا مش من ساعه ما يتخرج الخريج، هي بتبدا من قبل كده، ان احنا بنبتدي نشتغل عليه قبل ما يتخرج. يعود إنشاء كلية البنات لعام 1933 باسم كلية التعليم العالي للطالبات، ثم انضمت بعد ذلك لجامعة عين شمس عام 1950. فرحة غامرة ارتسمت على وجوه 5000 فتاة وخريجة من خريجات كلية البنات جامعة عين شمس في جميع التخصصات، خاصة بعد تأهيلهم إلى سوق العمل في جميع التخصصات القادمة ليبدأوا بعد ذلك مرحلة جديدة من العمل. من داخل وقاع الاحتفال، عبد الحميد صقر، النيل. إلى تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. رئيس السيسي يؤكد أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق روابط الوثيقة بين الشعبين. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكري يؤكد حرص مصر على الانخراط بجدية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. استشهاد شابين فلسطينيين خلال عملية توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تل كرم بالضفة الغربية. ختم نشرتنا لهذه الساعة، لتفاصيل أكثر زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.